أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونقرأ في عناوينها: أوروبا وسبل تصحيح الأخطاء في ليبيا، ما يعرف بتنظيم الدولة وسباق محاربته في سرت، الهجرة غير النظامية صوفية مستمرة رغم الانتقادات. أرحب بضيف حلقة اليوم، ينضم معنا عبر سكاي من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. سيد عبد الله، أرحب بك معي. أهلا أفضل، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين. تشير تحليلات وآراء إلى أن أوروبا أخطأت في كثير من إجراءاتها تجاه ليبيا التي تعيش حاليا حالة من الفوضى تستدعي اتخاذ خطط أوروبية جديدة لتصحيح أخطاء الماضي، وفقا لآراء بعض المحللين. أبرز تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن ليبيا تعيش نقطة تحول خطيرة، وأن حكومة الوفاق الوطني تواجه حكومتين متنافستين وعشرات من الجماعات المسلحة، وتحتاج إلى مساعدات إنسانية، حيث تسببت الفوضى في تصاعد موجات الهجرة في أوروبا. وأضاف التقرير أن المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والقوى الإقليمية المختلفة تقوم بدعم الفصائل الليبية المختلفة في جهودها الرامية لمعالجة ما يسمى الإرهاب وما يغذي نمو الفصائل المسلحة القوية، مع القليل من الاهتمام لدعم حكومة الوفاق الوطني. وبين التقرير أن المجتمع الدولي قام بالكثير من الأخطاء في ليبيا، وتمثل الجهود الحالية لتشكيل حكومة وفاق وطني فرصة لتصحيح أخطاء الماضي، ومن المهم ألا يضيع القادة السياسيون الأوروبيون ذلك حسب قول كاتب التقرير، ما يعني اتخاذ موقف متشدد أكثر مع الحلفاء الإقليميين لمنعهم من دعم الجماعات المسلحة المعادية للحكومة الجديدة. وأضاف الكاتب أن الأوروبيين تحصلوا الآن على ما طالبوا به، وهو حكومة وفاق وطني، ويجب أن يحرصوا على عدم إثقالها بمطالب غير واقعية، ويجب أن يركزوا على 5 مجالات: الاقتصاد والمصالحة الداخلية، تداول السلطة، حملة دبلوماسية للتأكد من دعم كل حلفاء أوروبا للحكومة الجديدة. بشكل عام، كيف وجدت تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية حول ليبيا؟ أعتقد أنه تقرير متوازن وينظر إلى المشكلة الليبية من كافة أبعادها. يلوم أوروبا والغرب على تأخرهم في مساعدة ليبيا وترك الأمور تنزلق إلى الفوضى. يطالب أوروبا بأن تكون مطالبها من المجلس الرئاسي واقعية، أي لا يحمل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق ما لا يطيقونه، وهم ما زالوا لم يثبتوا وجودهم وأمامهم تحديات كثيرة في الداخل الليبي. التقرير ذكر أن فرنسا وبريطانيا وواشنطن والدول الإقليمية تتجه إلى دعم الفصائل المسلحة في مواجهة الإرهاب الذي طبعا يعني يمثله ما يعرف بتنظيم الدولة، وتولي اهتماما قليلا لدعم حكومة الوفاق. يمكن فهم هذه المعادلة؟ نعم، هذا في السابق كل دولة أوروبية سعت إلى مصالحها على حدة، لذلك قامت فرنسا على سبيل المثال بدعم القوات التابعة للبرلمان، وهناك نشاط أمريكي وإيطالي وبريطاني في الغرب الليبي مع بعض التشكيلات المسلحة وبعض الأطراف التي تعاونت مع الغرب. على سبيل المثال، الغارة الأخيرة على داعش من قبل القوات الأمريكية في صبراتا كانت بتعاون أطراف محلية لم يسمها الأمريكيون، لكنهم أشاروا إلى أن هناك تعاون محلي أرشدهم إلى هذا الهدف الذي قصفوه. لكن الآن أعتقد أنهم حزموا أمرهم على مساعدة حكومة الوفاق بشكل جماعي. التقرير حث المسؤولين الأوروبيين إلى اتخاذ موقف متشدد مع حلفائهم الإقليميين لمنعهم من دعم الجماعات المسلحة المعادية لحكومة الوفاق. من هذا المنطلق، ما الذي يمنعهم من اتخاذ هذا الموقف؟ أقصد المسؤولين الأوروبيين. الأوروبيون لا يستطيعون أن يتخذوا هذا الموقف بمفردهم، ليست لديهم وسائل ضغط كافية على الأطراف الإقليمية التي تدعم بعض الأطراف في ليبيا
وهذه الأطراف ما زالت لم تؤيد التوافق وربما تعارضه وتسعى إلى عرقلته، لكن أمريكا بالفعل قادرة، لأن هذه الدول وهما دولتان تحديدا مصر والإمارات على علاقة وطيدة بأمريكا، وهما من ركائز أمريكا في المنطقة العربية، وتستطيع أمريكا أن تلجمهم وأن تجبرهم على عدم إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في ليبيا، لكن الأوروبيين وحدهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك. هل ترى أن دعم الفصائل المسلحة في مواجهة الإرهاب هو توجه خاطئ من الممكن أن يغذيها لما هو ليس في صالح حكومة الوفاق؟ نعم بالتأكيد، سنكرر نفس التجربة في العراق. العراق الجيش العراقي هو عبارة عن تشكيلات مسلحة أو ميليشيات غير منضبطة كما هو الحال بالنسبة للقوات النظامية، لذلك لابد من الحذر في دعم أي تشكيلات مسلحة لا تخضع إلى سلطة سياسية بشكل واضح، ليست لديها تراتبية من حيث القيادات العسكرية، ليس لديها الحد الأدنى من التدريب على الانضباط العسكري، هذا الأمر بالتأكيد ستكون له مخاطره، إذا لابد من العمل في اتجاه آخر وهو محاولة إخضاع كل الفصائل المسلحة إلى الجهة السياسية المعترف بها وهي حكومة الوفاق الوطني. نعم. ننتقل إلى المحور الثاني، ابقى معنا. يحذر مراقبون من مغبة عدم التنسيق بين القوى المتجهة إلى سرت لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة، ويشير البعض إلى أن ما يحدث من تسابق على محاربة التنظيم بسرت يؤكد أن ذلك يحدث في ظل تصعيد سياسي وعسكري، ما يطرح تساؤلات عن من يقود هذه الحرب ضد التنظيم. أشار الكاتب السعودي سالم اليامي في تعليق على موقع صحيفة اليوم السعودية إلى أنه في مطلع شهر مايو الحالي أكدت أنباء أمنية أن ما يعرف بتنظيم الدولة استولى على بوابة مهمة تربط مدينة مصراتة بمنطقة جفرة باتجاه الجنوب الليبي، ما استدعى القيادات المحلية في مصراتة إلى إعلان حالة النفير العام أي حالة الطوارئ القصوى، ودعوة القادة المدنيين والعسكريين إلى التوجه نحو بوابة بوغرين للدفاع عن مصراتة. وقال الكاتب إن تفحص مثل هذا الخبر يؤكد أن ذلك يحدث في ظل تصعيد سياسي وعسكري تشهده عديد المدن الليبية أبرزها مدينة سرت وبعض الجهات في المنطقة الشرقية، مبينا أن هذا التصعيد اسمه الحقيقي حرب ضد تنظيم الدولة، وأضاف أن السؤال الذي يطرحه المنطق من الذي يقود هذه الحرب ضد هذا التنظيم. وأشار اليامي في مقاله إلى أن هناك إعلانات متعددة للنفير كما أصبح مألوفا في الحالة الليبية، نفير في المدن والمناطق والأطراف ضد التنظيم، وهناك واقع صعب في سرت تتسابق القوى المسلحة المحلية والجهوية إلى التأثير فيه. وخلص الكاتب إلى القول لا أحد يجادل في أن هناك صعوبة في فهم كثير من الواقع في ليبيا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ولا أدل على ذلك من تعاظم أزمة الثقة العارمة بين المكونات البشرية التي قادت وعلى فترات زمنية إلى مراحل متقدمة من الخلاف ثم إلى الصراع والقتال المسلح. ولعل بعض رؤى الليبيين تصف مكامن الخلاف الرئيسية في هذا الصراع المتصاعد على أنه استمرار للخلاف على تقاسم الثروة، وتتعزز هذه الرؤية على المستوى المحلي في ظل غياب محركات الصراع الأهلي التقليدية. ذكر موقع المجلة الفرنسية الإكسبريس في تقرير بعنوان أطراف الصراع الليبي تتسابق من أجل مواجهة تنظيم الدولة أن السلطتين الليبيتين في الشرق والغرب تتسابقان على خوض معركة تحرير مدينة سرت بشكل منفرد، حيث أعلنت كل منهما حلول ساعة الصفر في خطوة قد تهدد نتائج أي عمل عسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية. ونقلت المجلة عن الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو قوله إن الانقسام في ليبيا لا يمثل فقط مشكلة سياسية تمنع قيام حكومة موحدة، بل يشكل أيضا معضلة عسكرية، ويضيف إذا انطلقت الحملتان العسكريتان من دون تنسيق للجهود قد يجد تنظيم الدولة الإسلامية نفسه في موقع أفضل للتصدي لأي هجوم. هنا
هنا كتب المقال على صحيفة اليوم السعودية اليامي، تحدث عن وجود تصعيد سياسي وعسكري تعيشه ليبيا، وأيضا بعد الهجمات الأخيرة لما يعرى بتنظيم الدولة التي نفذها بالمنطقة القريبة من مصر. ماذا تستنتج في العموم مما قالت الكاتب اليامي؟ أعتقد أنه يوضح ويبين حقيقة معروفة الآن، هناك انقسام سياسي وهناك انقسام عسكري، على اعتبار أن البرلمان ما زال لم يجتمع بشكل صحيح ولم يمنح الحكومة الثقة كما هو معروف، وهناك مجموعة من النواب عطلت اجتماع البرلمان لكي يعدل الإعلان الدستوري ويكتمل المسار السياسي، بالإضافة إلى انقسام عسكري، هناك مجموعات مسلحة كثيرة كل منها تزعم أنها هي الشرعية. إذن فعلا المشهد مرتبك ومعقد، وبالتأكيد تنظيم الدولة يستغل هذا الانقسام لمصلحته. اليامي من وجهة نظره ترجم الخلاف في ليبيا بأنه خلاف على تقاسم الثروة في ظل غياب محركات الصراع الأهلي التقليدية، يشير هنا، ما تعليقك؟ نعم، بالتأكيد الصراع في ليبيا هو صراع على تركة القذافي، ليس على الثروة فحسب وإنما على السلطة، وباعتبار أن في دول العالم الثالث ومن بينها ليبيا بالطبع، من يستحوذ على السلطة سوف يستحوذ على الثروة وعلى النفوذ وسيمتلك صلاحيات كثيرة. إذن هو صراع على تركة القذافي بين أطراف مسلحة جنحت أخيرا إلى التفاوض تفاوضت وأخرجت اتفاق الصخيرات، ولكن هناك مجموعات ربما ترى أن نصيبها من السلطة ينبغي أن يكون أكبر، ما زالت تعطل هذا الاتفاق. نعم، هو صراع سياسي، والصراع السياسي باختصار هو صراع على السلطة. نعم. مجلة الإكسبريس الفرنسية عنونت مقالها بأطراف الصراع الليبي تتسابق من أجل مواجهة تنظيم الدولة، ما الدلالة التي يعطيها هذا العنوان؟ لا سيما وأنه جاء على مجلة فرنسية. الدلالة أن هناك أكثر من تشكيل مسلح أعلن الحرب على تنظيم الدولة، ربما سعيا إلى مساندة الغرب وتزويده بالأسلحة ولكي يصبح طرف أقوى في ليبيا، لأن من يدحر تنظيم الدولة أو يلحق به الهزيمة بالتأكيد سينظر إليه على أنه هو مالك زمام الأمور والقوة المسلحة في ليبيا. صحيفة الإكسبريس تبين ما يجري حقيقة، قوات خليفة حفتر أعلنت أنها ستهاجم سرت وستحررها من تنظيم الدولة، المجلس الرئاسي الذي بدأ يمارس مهامه كقائد أعلى للقوات المسلحة شكل غرفة عمليات، ولكن هنا الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية توالدو أبدى مخاوفه بشكل آخر من أن انطلاق الحملتين العسكريتين من دون تنسيق، طبعا إحداها تابعة لحفتر والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي، قد تقوي هنا من استراتيجية التنظيم. نعم، بالتأكيد هذه حقيقة، إذا لم تتحد القوى الوطنية في مواجهة هذا التنظيم سيستغل التنظيم هذا الانقسام، هو وجود هذا التنظيم أصلا استغلال لحالة الانقسام وحالة الفراغ الأمني والسياسي، وتواجد في منطقة تكاد تكون هي الأبعد سواء عن السلطة الموجودة في طرابلس سابقا المؤتمر الوطني أو البرلمان في طبرق. إذا استمرار هذا الانقسام سيصب في مصلحة تنظيم الدولة كما هو الحال تماما في سوريا، انقسام القوى المختلفة جعل تنظيم الدولة هو اللاعب الرئيسي. طيب في ليبيا هل يمكن دمج هاتين العمليتين في عملية واحدة؟ لا أعتقد أنه يمكن دمج هاتين العمليتين طالما قوات حفتر لا تريد الخضوع إلى المجلس الرئاسي. نعم. ولم تعلن أنها تعترف به حتى الآن، لكن من المحتمل أن يكون هناك حد أدنى من التنسيق. طيب نعم. هل سيسمح المجتمع الدولي بانتقال الانقسام الحاصل بين السياسيين الليبيين إلى الحملة العسكرية لمواجهة التنظيم، لا سيما وأن مسألة التنظيم ومحاربته هي لربما تأخذ اهتماما كبيرا من قبل المجتمع الدولي وأوروبا على وجه الخصوص؟ طبعا ما زال المجتمع الدولي يسعى إلى توحيد القوى الليبية، يسعى إلى توحيد الفصائل المسلحة التي ستواجه تنظيم الدولة، يريدها جميعا أن تخضع إلى المجلس الرئاسي وإلى قيادة عسكرية
موحدة. في حال فشل مساعيه أعتقد ستكون له خيارات أخرى، سيبحث عن القوة القادرة فعلا على مواجهة التنظيم وسيقف إلى جانبها وسيدعمها. في هذه الحالة، في حالة تدخل أي قوة عسكرية، سينظر إليها على أنها معادية وتريد أن تشوش على هذا التوجه. نعم. نعم، تبقى معي سيد الكبير في المحور الثالث، والذي يتحدث هنا عن العملية العسكرية صوفيا التي أطلقها الاتحاد الأوروبي. ابقوا معنا مشاهدينا. يعد ملف الهجرة غير النظامية المنطلقة من ليبيا من أولويات أوروبا التي تحاول اتخاذ إجراءات على أكثر من صعيد للحد من هذه الظاهرة. يأتي ذلك وسط انتقادات تجاه السياسة الأوروبية في هذا السياق، لا سيما الخيار العسكري في المتوسط والذي تمثله العملية العسكرية البحرية صوفيا. ذكر الصحفي الإيطالي لوكا كوفيني في مقال بالموقع الإيطالي دوي ريجي الإخباري أن اللجنة السياسية الأمنية الأوروبية تبنت قراراً بتمديد عملية صوفيا لعام جديد وإضافة مهمات جديدة لها، وأفاد أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أعلنت أن طواقم عملية صوفيا البحرية التي أطلقها الاتحاد العام الماضي بالمتوسط ستشرع بتدريب خفر السواحل والقوات البحرية الليبية. وأضاف الصحفي الإيطالي أن هذا القرار تم إعلانه عقب اجتماع اللجنة السياسية الأمنية الأوروبية، وقد وصف الدبلوماسيون 28 الذين حضروا الاجتماع القرار بأنه نتيجة ملموسة لاجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم 18 من إبريل الماضي، والذي شارك فيه رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. وأوضح كوفيني أن الدخول الوشيك لسفن الاتحاد الأوروبي إلى المياه الليبية لا يعني إطلاق المرحلة باء التي تتضمن عمليات ملاحقة تجار البشر على الأرض، وإنما تعد تمهيدا لتلك المرحلة. في الوقت نفسه ذكرت وسائل إعلام دولية أن الولايات المتحدة على استعداد لتخفيف الحصار المفروض على الأسلحة، والهدف من وراء ذلك يبقى تعزيز القوات الموالية لفايز السراج بالأسلحة في حربها ضد تنظيم الدولة. أشار موقع الجزيرة نت إلى أن تقريراً برلمانياً بريطانياً نشر مؤخراً أكد أن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب اللاجئين عبر السواحل الليبية المعروفة باسم صوفيا فشلت في تحقيق أهدافها، وشجعت المهربين على تغيير استراتيجيتهم. وبحسب تقرير لجنة الأعمال الأوروبية لمجلس اللوردات، فإن العملية صوفيا التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2015 لم تقلص عدد المهاجرين، ولم تعطل شبكات التهريب، ولم تمنع الاتجار بالبشر عبر المتوسط. وقال رئيس اللجنة لورد توغندات على الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه منذ بداية هذه العملية التي تقضي بالقيام بدوريات قبالة السواحل الليبية في منطقة أكبر بست أضعاف من إيطاليا شكلت تحديا كبيرا، وأضاف أنه كانت هناك فرصة ضئيلة بأن تعطل صوفيا النموذج التجاري للمهربين، إذ أنه لا يمكنها العمل في المياه الإقليمية الليبية أو على الأراضي الليبية. أرى الخبراء وأيضا الصحافة الأوروبية تتجه إلى انتقاد السياسة الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية المتمثلة في عملية صوفيا، إذن لماذا تصعد أوروبا من العملية؟ طبعا العملية لم تفشل تماما، ولكنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها حسب تقرير مجلس اللوردات البريطاني. الهجرة غير الشرعية استمرت، لم يتم القبض على مهربين من الدرجة الأولى وإنما بعض مساعديهم، ولم يتجاوز العدد 50 مهربا، بالإضافة إلى تغيير المهربين إلى استراتيجيتهم، أو بمعنى أوضح تغيير القوارب من قوارب خشبية إلى قوارب مطاطية، وهذه أكثر خطورة. إذن العملية بحاجة إلى توسيع، وهي الخطوة التالية. هنا الموقع الإخباري الإيطالي دوي ريغي أبرز عن وجود تحركات لتوسيع العملية العسكرية من قبل الاتحاد الأوروبي لتدخل طبعا مرحلة أخرى، وهي مرحلة استهداف هنا المياه الليبية، وسوف تمدد لمدة سنة أخرى. ما مدى حدوث ذلك من دون الرجوع إلى حكومة الوفاق؟
لا، بدون الرجوع إلى حكومة الوفاق لا أعتقد أن أوروبا ستكون قادرة على الإقدام على هذه الخطوة. يريدون طلب من حكومة الوفاق، يبدأ هذا الطلب بتدريب قوات خفر السواحل الليبية، يتيح لهم هذا التدريب التعاون مع البحرية الليبية والاقتراب أكثر من المياه الإقليمية الليبية، لكن أن يقتربوا أو أن يدخلوا إلى التراب الليبي أعتقد أن هذا مستبعد، لأن هذا يعني لابد من تفويض واضح من المجلس الرئاسي الليبي. نعم. طيب، تحدثت في البداية عن وجود تقرير برلماني بريطاني يقر هنا بفشل عملية صوفيا، طبعا هذا بحسب ما نقله موقع الجزيرة نت حرفيا. ما الذي سيغير هذا التقرير من واقع العملية في ظل أن أوروبا تريد تمديدها لسنة أخرى؟ طبعا التقرير يشير إلى أن العملية فشلت في الحد من نعم الهجرة، بمعنى أن المهاجرين يدخلون إلى البحر ويعرضون أنفسهم إلى الخطر، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن عملية صوفيا تمكنت من إنقاذ عدد كبير من المهاجرين، تقريبا في حدود 9000. نعم لكن عملية صوفيا لم تنجح حتى الآن في الحد من الهجرة غير الشرعية، مما يستدعي تمديد المهمة إلى عام آخر وإضافة مهام أخرى إلى عملية صوفيا، كلها تصب في الحد من الهجرة غير الشرعية. وهل سوف نتوقع بعد تمديدها وتوسيعها نتائج أفضل؟ نعم، من المتوقع أن نصل إلى نتائج أفضل، تدريب القوات البحرية الليبية، التعاون مع عملية صوفيا والقوات البحرية الليبية سيؤتي ثماره، ربما تسمح الحكومة الليبية بشكل محدود بمراكب عملية صوفيا الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية وتدمير المراكب في الموانئ نعم أو المرافق قبل مغادرتها وقبل تحميلها بالمهاجرين، إذن سيكون هناك تطور وسيكون هناك نجاح ملحوظ لهذه العملية في العام المقبل. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر ضيفنا، كنت معنا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير، شكرا لك. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام، شكرا لكم وإلى اللقاء.